اهلا الغزالات ديالك، دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في القناه. الفيديو ديال اليوم البنات غادي يكون المنتوجات اللي انا استعملتها وساليتها، وغادي نقول لكم الراي ديالي فيها، واش نعاود نشريها ولا لا. هنايا البنات عندي واحد الصاك عامر بلي برودوي. صراحه ما كنفكرش دائما، شحال مره كننسى باش نخلي نجمع دوك لي برودوي ونوري ونصور فيديو نقول لكم المنتوجات اللي مزيانه. المهم البنات كيف قلت لكم انا جمع كاع لي برودوي هنايا، كيف قلت لكم شحال هادي ما كنتش كنجمعهم، حيت تو سامبلومون كيتسالا ان برودوي كرميهنيش في الزبل حشاكم في الحمام وكنسى بعد مرات باش نصور. فدابا مني واحد البنت قالت لي نبقى ندير دي فيديو ديال بور لي برودوي تيرميني، درت هاد الساك هذا علقته مور الباب ديال الحمام، وليت اشك فوا كيخوى ليا شي برودوي كنرميه في قلب منه، حتى جمعت بزاف ديال نتوما كتشوفوا الساك عامر، حتى جمعت بزاف ديال لي برودوي وبغيت نتقاسمهم معاكم. المهم نبداو البنات بلي برودوي. المهم عندي هنايا هادو دي كوفخي اللي كنت شريتهم واستعملتهم البنات. غادي نبدا لكم باول كوفخي البنات، هو هذا هو هذا مصاب يكون كيبان لكم مزيان، هذا ديال دكتور اوشكا. هذا البنات عندنا هنايا هذا الحمر كريم بور لي مان، هذا بوماليف، هذا كريم بيروفيون، هذا واحد البوماج البنات اللي كديريه على وجهك وكتخليه واحد 3 مينوت من بعد كتبقي تقومي. وهاد القماش هذا فيه واحد الحبيبات بحال ديال السيليكون، ماشي سيليكون ماشي بلاستيك، مي ديك الحبيبات سمحوا لي داك الحبيبات رطيطين بزاف، يعني ماشي اغريسيف على لابو. هذا وهذا البنات كريم دو جور، هذا كريم دو جور كي ايكيليبري لابو وزوين بزاف. وهذا البنات من بعد ما كتاخذوا هذا القماش هذا قماش او ميم طون غاسول، انا نحلو باش نوريه لكم نيشان. ديجا هذا البنات قماش و او ميم طون غاسول، ملي كديريه وتساليه كتاخدي هاد شو سميتو بعدا فينا هو الكلينر، كتاخديه وكترشيه هكا على وجهك وكتخلي وجهك يشرب داك الكلينر، عاد من بعد كديري لا كريم دو جور ديالك. وعندك هنايا دايرين لك واحد لا كريم بور لي مان. المهم انا كنت خديت هاد الكوفخي هذا باش نجرب، هادو البنات كيتباعوا في لي ماغازان بيو، كنت خديت هاد لي برودوي ها هما هنايا، هاد لي برودوي بخمسة، وكان جا فيه حتى واحد البوماليف. البوماليف راه مازال عندي باقي ما ساليتوش، كنت خديتو الصراحه غير هكا، لقيت الكوفخي دايرين اون بروموسيون، والكوفخي ب ما عرفتش شحال، وقيلا كان بشي كل هاد الكوفخي كان بشي 17 اورو وقيلا شي حاجه بحال هكا، شي 17 ولا 14 والله ما بقيت عاقله حيت خديتو شحال هادي، وبغيت نجربو. حمقوني البنات لي برودوي، عجبوني بزاف 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 لي برودوي، ومنهم وليت شريت لا كريم، مي ما خديتش هاد لا كريم، خديت اون كريم مايلي سميتها هي بنفس لا مارك دكتور اوشكا، راني وريتها لكم في واحد الفيديو فيه الفلوغ ومشتريات وش حاجه بحال هكا. المهم راه كنت تما وريتها لكم. وهنايا البنات هذا واحد الكوفخي عاوتاني ديال غالينيكا البنات، كيجي بحال هكا، هنايا كان واحد السيروم، السيروم وقيلا كان ديال العينين الا ما خفت نكذب، نشوف لا كان سيروم ديال الوجه البنات. هنايا دايرين لك هاد لا لوسيون هادي ايدغات اي ريبار، هادي كتايدغاتي وكتريباري لا بو. المهم راني مازال ما ساليتهاش، مي غير درتها لكم هنايا باش تشوفوا الكوفخي كيفاش تيجي. المهم البنات راني كنت شريتهم، كانوا في مونوبخي البنات دايرين فيهم لي بروموسيون، كنت شريتهم. المهم راني مازال ما كملتوش، هنايا دايرين لك لا لوسيون، من بعد ما كتغسلي وجهك كتمسحي وجهك بهاد لا لوسيون، كديري هاد السيروم هذا، ومن بعد كديري فينا هو ديجا هذا واش دو جو ولا لا فوالا فوالا، من بعد كديري هاد لا كريم هاد البيضه هادي لا كريم دو جو وهادي لا كريم دو نيو. بي انا ساليتهم صراحه هادو لي كريم، ساليتهم وعجبوني بزاف 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 البنات، هضر مازال فيه واحد شويه هكا، مي عجبوني بزاف 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 البنات هاد الكوفخي هذا وهاد لا مارك هادي، تو سامبلومون عجبتني بزاف صراحه، كتايدغاتي سوبر بيان لا بو البنات. وانا كثرت ما عجبتني مشيت خديت جوج، وليت البنات خديت كوفخي واحد اخر، حتى هذا السيروم صراحه كيدوز، ها هو الاخر الثاني اللي كنت خديت هو مازال عامر.
المهم البنات، هذا الفيديو هذا راه غادي يجي طويل، مي تسمحوا لي، المهم غادي نحاول نقصر، مي بصراحه ما بغيتش نقصر باش نمسح شحال من برودوي ولا شي حاجه، بغيت نوريكم كلشي. المهم غادي تقبلوا عليا هاد المره هادي، واخا غادي يجي الفيديو شويه طويل. المهم البنات غادي نحاول نزرب في الهضره باش دغيا الفيديو ما يجيش طويل بزاف وما يجيش ممل. غادي ندوي لكم على هاد الماسك هذا ليسون، هذا اير فود ديال ماكاداميا. هذا البنات زوين بزاف بزاف، انا ساليته وريحته غزاله غزاله غزاله. ما نقول لكم واحد الحاجه البنات، بلاتي نعطى البنتي هادي، نقول لكم واحد الحاجه البنات، النهار فاش شريته والمره الاولى فاش استعملته ما حملتوش، الريحه عجبتني ولكن لا غوندو اللي عطاني على شعري ما عجبنيش، حيت فاش درتو على شعري ومن بعد مني نشفت شعري دار هكا فحال ضربني الضو، شعري كله وقف السما ما عجبنيش كاع في مره، وخليته صافي قلت هذا صافي راه ما زوينش، وخليته ما وليتش كاع عاود قصته. في التالي بقى شحال شي جوج سيمانات ولا ثلاثه هو كيدور في الحمام، وليت عاوتاني استعملته. ملي استعملته عجبني شعري، جاني شعري رطيب وزوين، واحد الريحه كتبقى في الشعر مزيون، بون الريحه ما كدوش يومين ثلاث ايام، مي كتبقى واحد الريحه في الشعر مزيونه. عجبني صراحه، في الاول ما عجبنيش ولكن من بعد عجبني. ما عجبنيش في الاول ما عرفتش علاش، البنات قولوا لي الا عندكم شي فكره علاش فاش درتو شعري تنفخ بحال هكاك، من بعد وليت كنديرو شعري كيكون عادي مرطب زوين وكلشي، كيخلي الريحه مزيونه في الشعر. هذا البنات راني كنسبق لي وقلت لكم في واحد لا فيديو، هذا راه فيه الويل دو ماكاداميا، ويل دو سوجا، ويل دو تورنوسول، ويل دو جوجوبا، ويل داموند، دوريجين فيجيتال، ويل دو كوكو. المهم فيه بزاف ديال لي برودوي ناتوريل البنات، وما فيهش ما فيهش لي برودوي شيميك البنات، دونك هذا هو اللي عجبني. وهذا واش غنولي نعاود نشريه ولا لا؟ غادي نولي نعاود نشريه. هادو منسيت واش قلت لكم واش غنولي نعاود نشريهم ولا لا، هادو ديال غالينيكا البنات غادي نولي نعاود نشريهم حيت كيعجبوني لي برودوي ديالهم. وهذه لا بروف راني شريت لا كريم، دونك زوينين هادو. وهذا حتى هو البنات غنولي نعاود نشريه حيت عجبني بزاف، مي وليت شريته ولكن ما شريتش هذا، شريت ديال باباي، ومن بعد ملي غيتسالى ديال باباي غادي نجرب ديال بنان باش نجربهم بثلاثه ونشوف في اللي احسن وافقني على شعري نبقى نشريه دائما. الجلد وش هذا البنات ديال بودي شوب مع هاد القماش هذا، مش نقول لكم عندي حتى لاكريم، مي لاكريم مازال ما تسالاتش، ديال نفس لاكام هذه ديال لي فرومبواز. فريمون البنات غزال غزال مي غزال 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 غزال، عرفتي شنو هي كتدخلي للدوش كديري داك الدوش ديالك وكتحسي براسك بحال ما عرفتي فين راكي، في شي بلاصه راكي بوحدك ودايرين فيك دايرين بك لي بلونط والوريدات والشلالات. شنو نقول انا بعدا كنحس بواحد الراحه ملي كنكون كنغسل بهاد لي برودوي. هذا ديجا ساليته مي غادي نولي نعاود نشريه، واخا كيعجبني بزاف نستعمل المنتوجات ديال بودي شوب في الصيف، كنشري بزاف لي برودوي بودي شوب، مي هادو بصراحه حتى في البرد عجبني انني نستعملهم حتى في البرد. المهم كاين هذا جيل دوش وكاين هذا القماش، هو مازال لي فيه غير واحد شويه كيف ما شفتوا البنات، راني علي نكملو. هادو لحد الان غادي نولي نعاود نشريهم حيت كيحمقوني لي برودوي ديال بودي شوب. عندي هادو البنات، هادو ديال لوريال، اول مازال فيهم غير واحد شويه مي بغيت نصورو قبل ما يتسالاو ونرميهم. المهم راني خديت هادشي هذا كامل استعملته. عندنا هذا البنات، هاد جيل اكسفوليون، هذا نيتوا ديزانكروستي روسور لي كومون دير لي بور. هذا عجبني صراحه، عجبني زوين 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 زوين، وكينقي واخا ما كتشوفيش هذيك لاموس، حيت انا من نوع ديال الناس اللي كيعجبني نغسل وجهي ونشوف الروان، نشوف لاموس، نشوف شي حاجه. هذا ميم سي واخا كتشوفو بحال هكا فيه لارجيل، واخا ملي كديروه على وجهكم وكتكونوا كتحكوا وجهكم كتحسوا بواحد شويه ديال الرغوه. المهم كتجيكم داك لامبريسيون راكم تتغسلوا وجهكم بالماء والصابون، كتجي هذيك لا سونساسيون راكم كتنقيو فريمون وجهكم. كاينه شي رغوه، كاينه شي موس، كاينه شي حاجه. وهذا حتى هو كيرغوه البنات، هذا جيل ديتوكسيفيون،
ديال لارجيل بور نيتوا ديتوكسيفي ريفي ليك البنات. قلت لكم البنات هذا يكونتيان لي بو ميكستا غراس, وهذا البنات تو تيب دو بو, يعني كيف ما كنبغي يكون النوع ديال لابو ديالك تقدري تستعملي ما تخافي حتى شي حاجه. دونك هادو البنات غادي نولي نعاود نشريهم. وهذا حتى هو درتو في الساك. هذا البنات هذه مستهله البنات بها باش كنغسل البنتي بتوت لا غام. عندي كاع لا غام, عندي لا كريم, عندي جل دوش, عندي الزيت, عندي مهم لا غام كلها ديال, عندي لا غام كلها ديال 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 البيبي. كنستعملها هذه ميستيلا, وهذه من زمان زموني وانا كنستعملها, حتى كنستعملها صراحه حتى ملي كان ولدي يلا خلق كلوغان البنات وميستيلا انا كيعجبوني بزاف بزاف بزاف. دونك هذه انا خلاص كنشريها دائما. وعندي البنات هذا الشامبوان, هذا بيوتين كولاجين. هادو البنات قال لك مهم الكولاجين, كنعرفوا بلي الكولاجين راه مزيان للشعر ولا بو كلشي, مي هو زوين صراحه ما غنقولش عليه خايب, حيت الا ما لقيت ما نشري ما نشري ما نشري ما نشري وما عرفتش ما نشري غادي نشري هذا الشامبوان هذا. مي بصراحه ما شفت شي حاجه واو زعما في شعري شي حاجه زعما فريمون زوينه واللي دوختني باش نبقى مبهوره في هاد لي برودوي هادو. عادي هو فيه الريحه مزيونه, كيسلك الشعر مزيان, الشامبوان كديري غير شويه كيرغوي مزيان 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 الشعر. هذا لابري شامبوان حتى هو كديريه شعرك كيتسلك, وانا من النوع اللي عندي الزغبه رقيقه بزاف ودغيا كتخبل, دونك هذا كيساعدني انني نسرح شعري دغيا دغيا من بعد ما نغسلو بالشامبوان. كيف قلت لكم البنات واش غادي نشريه زوين صراحه زوين ما بيهش, المهم ما بيهش ماشي فريمون داك الريزولتا اللي خاصها تكون ديال حيت فيه الكولاجين ما كايناش, ولاني كيبقى شامبوان مزيون زعما الا ما لقيتي ما تشري ما تشري. ها نتوما سمعتوها, الا ما لقيتي ما تشري ما تشري ما تشري نقدر نشري هادو, مهم نشريهم مي غاديش نولي نعاود نشريهم دابا البنات حيت باغيه نستعمل قام وحده اخرى. وعندي البنات هاد الشامبوان هذا ميلفيتا, هذا ديال بور لي شوفو غرا, وهادشي اللي عندي انا الفروه ديال الراس ديالي دغيا كتزيد وهذا دايرين فيه سولفات جوي اريفي وبيو اللي انا عجبني وهو انه بيو, مي بصراحه ما دار لي حتى شي حاجه, يعني واخا هكا كنغسل شعري يعني بحال الا غسلته اليوم غدا هكاك في العشيه كتشوفي بالله الجلده ديال من هنايا هاد البلايص هادو من هنايا بداو كيتزيتو. هذا صراحه ما عجبنيش وما غاديش نولي نعاود نشريه. وعند البنات هاد الروجي كافاياس, هاد الديودورون هادي ديال سون سيل داليمينيوم, هاد البنات زوينه وراكم شتوني في واحد الفلوغ كنت شريتها هاد الديودورون هادي, فريمون كتعجبني انا بزاف وانا سنين وانا كنستعملها صراحه فريمون زوينه زوينه البنات. هذه كتباع اون فارماسي البنات, دونك الا بغيتو تاخذوها راه لا مارك روجي كافاياس زوينه بزاف هذه. وغادي نوريكم البنات هذه بنتي خدات لها الغطايه, هاد الويل دا موندوس البنات انا كنستعملو بزاف 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 وراكم شفتو على القناه ديالي من شحال هادي وانا كنستعمل هاد الويل هذا وديما كنشريه الصراحه وكنستعملو دابا حتى لبنتي ملي كنغسلها كندهن لها به لو كور ديالها, دونك زوين غنعاود نشريه. المهم البنات بنتي بدات كتبكي الصراحه ما بغيتش نخليها كتبكي دونك هزيتها عندي بغات تجي عندي. المهم بقاو لي جوج ديال المنتوجات هما اللي غادي نوريكم, قلت ما كاين لاش نحبس لا فيديو غنشدها عندي ونكمل لا فيديو معكم. ومن بون عندي البنات هاد لا كريم هادي ديال بيو تيرم, هادي بصراحه ما عجبتنيش بزاف 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 هاد لا كريم حيت جاتني ثقيله على وجهي بزاف بزاف, هي الريحه ديالها مزيونه ولكن جاتني ثقيله بزاف على وجهي حيت انا عندي اون بو ميكس البنات ونورمالمون لي بو غراس ميكس ما خصهمش شي كريم تكون ثقيله بزاف الوجه ديالهم, الوجه ديالهم ما غيبقاش يتنفس. دونك صراحه شريتها بصراحه وقيله شي 39 اورو ولا ما نعرف ما بقيتش عاقله, المهم شي 9 وقيله 39 اورو, مي بصراحه ما عجبتنيش وما غاديش نولي نعاود نشريها كاع في مره. المهم هي بوغ اون بو ميكس نورمالمون نورمالمون بوغ اون بو ميكس مي انا ما عجبتنيش دونك ما غاديش نولي نعاود نشريها. عندي هنايا البنات هاد لو شامبوان ا سيك, هذا
ما عرفت شنو كان، شنو جاني في راسي شنو طاح لي على راسي باش مشيت نشري هذا الشامبوان سيك صراحه البنات، والله ما عرفت شنو جاني على راسي. هذا ديال اللوز ما عرفت، عرفتي مشيت زعما مخطو ودرتو زعما على راسي هكا، وجن شعري بيض بحال ما مدردر عليه الطحين، ما عجبنيش كاع في مره، وقلت ويلي حنان ملكي على حالتك شنو غديري بشي شامبوان سيك والماء موجود والماء موجود شنو غادي ندير انا بالشامبوان اسيك. والله الا البنات درت منه شي مره لا جوج مرات درت منه، المره الاولى وجاني شعري بيض ومشطو زعما حيت كديري وكتبقاي تماسي بحال هكا، من بعد كتشدي مشطه وكتمشطي باش كيزول هذيك البيوضيه وهذيك الشيء، واخا هكا كتبقى البيوضه ما نعرف نورمالمون خديت انا اللون ديال شعري زعما الماغون مي ما عطاني لا ماغون ولا هذا، عطاني بيض وقلت يمكن انا ما درتوش مزيان، وليت عاوتاني درتو مره واحده اخرى وعطاني عاوتاني نفس الريزلت، شعري بيض مالغري كنديرو هكا هنايا كيف مكتوب، راه مكتوب هنايا ديري على شعرك وتخليه زعما هكا تبقاي تماسي هكا واحد شويه حيت هو دغيا كينشف اصلا، من بعد كتخليه جوج ديال الدقائق وكتشدي المشطه وكتمشطي باش كتحيد داك البيوضه كامله. ما دار لي حتى شي حاجه، المهم خليته ما غاديش نولي نعاود نشريه، وما عمرني نعاود نشريها، ويلي استغفر الله العظيم سطيل ديال الماء سطيل ديال الماء يخرج منك لهيه، تغسلي شعرك وهذا والله العظيم واخا تغسليه في الصبونه سطيل ديال الماء يخرج منك لهيه، اش عليا انا نمشي نخلص 10 ديال الاورو وقيله شي ناف اورو كان كيدير اويلي ما عجبنيش البنات صراحه. قولوا لي نتوما الا صدق لكم جربتوه واش هكا كيدار زعما ولا انا ما عرفتش نديرو مي بصراحه ما عجبنيش البنات، دونك ما عمرني نعاود نشري، ونهار شعري توسخ السطل ديال الماء يخرج منه ليه نغسل شعري ونوض نايضه وصافي الغزالات ديالي. نتمنى كيف ما شفتوا البنات بزاف ديال المنتوجات صراحه عجبوني هاد المره، يعني بزاف ديال المنتوجات خديتهم كساسوار خاصين ولا غاليين عجبوني، المهم قلال الحوايج اللي ما عجبونيش صراحه، المهم كيعجبني نجرب وكيعجبني نشوف الجديد. اي فوالا الغزاله ديالي لا فيديو هي هذه هي تالات، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى نكون فدتكم واحد شويه، وانا كنقول لكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحده اخرى. باي باي.